حبيبتي اليوم غنوريكم كيفاش تصايبوا الرويال ايسينغ اللي هو التتليج الملكي. كيكون شبيه بعجينه السكر، مي هذا كيجي احسن صراحه وافضل في تزيين الكوكيز، كيعطي واحد المنظر شويه راقي. دونك هنا لهاد باش نصاوبوا هاد الرويال ايسينغ او لهاد التتليج الملكي، عندنا هنا نصف كيلو سكر غلاسي، سكر بودره منخول، طبعا النوعيه تكون ممتازه. هنا عندنا جوج بياض بيض بدرجه حراره المطبخ، وهنا عندنا قياس جوج معلقات ديال عصير الحامض، طبعا عصير الحامض صفيوه، ورشة ملح. فوالا، دونك نخلط هادو شوية هكا غير بزاف. غنضيفهم على هذا الخليط اللي عندنا ديال السكر، وغنديرهم يتخلطوا حتى نحصلوا على واحد الخليط شبيه بخليط الميرانك. فوالا، الوغ هنا ممكن تستعملوا الطراب العادي، ممكن تستعملوا العجانه. غنضوف بسرعه البطيئه باش ما يكثرش من السكر، من بعد غنضعف السرعه. طبعا بقى في السرعة تدريجيا، الشكل ديال الرويال ايسينغ هكا كيكون القوام ديالو ثقيل. كنحتفظوا به طبعا في شي بواطا اللي تكون يعني كتحكم انك الاغلاق ديالها كتديها مزيان، كتحتفظ به في الثلاجه ما كطوليش يعني اسبوع ما كتكثريش. الوغ انا هنا خديت واحد شويه لونته، كيف قلت لكم القوام ديالو كيبقى هكا كثيف ثقيل لان الوقت اللي كنبغيو نستعملوه فاحنا كنلونوه بالوان فكيولي خفيف شويه. دونك حاولوا انكم تخليوه هكا نفس الكميه اللي عطيتكم نفس الطريقه، ملي غادي ديروا فيه الالوان فهو غيولي خفيف. دونك غنجرب لكم واحد جوج سرديات من الكوكيز اللي عندي صوت ديك المره، نوريكم الشكل باش تشوفوا الفرق بيناتهم. يا حبيبتي كيف ما كتشوفوا معايا، فانا غير عطيتكم فكره على السريع ان هذا كيتخدم ماشي بحال عجين السكر. عجين السكر كنطلقوه بالمدلك وكنقطعوه بالقطاعات، هذا كنخدموه بحال هكا يعني بالبوشادوي بحال اي كريمه. ان شاء الله غنوريكم الطريقه الزين ديال لي كوكيز واش كان مختلفه بيه. الوغ كيف قلت لكم كديروه في بواطا وتغلفوا بالبلاستيك الغذائي تسدوا ليها مزيان ضروري، لان الا بقاو شف صافي كيخسر. حبيبتي الطريقه ديال التغطيه ديالو فهي ماشي كنغطوا بالبلاستيك هكا، كنحاول ان البلاستيك الغذائي يلمسو بهذه الطريقه اللي كتسمى الكونتاكت، يعني الملامسه ديال هكا بحال الطريقة هادي باش نتأكدو أنه ما غاديش يدخل ليه الهواء من شي ناحية. صافي من بعد كنجيو كنسدوه وكنحتفظو بيه في التلاجة، وهذا هو الشكل النهائي ديال الرويال ايسينغ أو التتليج الملكي. وهنا كيف كتشوفو عاود صيبت واحدة أخرى باش نوريكم إن شاء الله. كيف كتعرفو أنا ما جايباش الماتريال ديال هاد النوع من تزيين الصابلي، فإن شاء الله باش نجيبهم نوريكم كيفاش غتسقدو تزينو بأشكال زويونا. يلا باي باي بنات.